أصدقائنا، جولتنا اليوم بدينا من صاخاتو، أخذنا ضيوفنا اللي مقيمين هنا في منتجع صاخاتو، توجهنا إلى حصن ومعبد جارني، وبعدها زرنا المجمع في غار الرباني الملحوظ بالجبال، ورجعنا مرة أخرى إلى صاخاتو لتناول الغداء. سأصور لكم مشهد تساقط الثلوج في الخارج اللي تظهر من نافذة المطعم. هذا المطعم اللي نتناول فيه وجبة الطعام، مطعم جميل جداً.